الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. قبل أن أبدأ، الحبيب صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن من؟ معاذ بن جبل. هل تعلم أن معاذا كان عنده إعاقة في قدمه، وكان أعرج عروجا قاصرا قويا، ومع ذلك اصطفاه الحبيب صلى الله عليه وسلم لرجاحة عقله، وهو أعلم أمة محمد بالحلال والحرام. كان معاذ بن جبل كان أعرج. عمرو بن الجموح زوجه والد جابر اللي هو عبد الله بن حرام الأنصاري، زوجه بنت أخته فاطمة وأنجبت 4 أسود، وكان أعرج، وكانوا يمنعونه من الجهاد، فقال: يا رسول الله، إن أبنائي يمنعوني من الجهاد لقصور في قدمي. فقال: إنك لا حرج عليك، يعني قد وضع الله عنك، فلا تذهب للجهاد. قال: لأطأن بعرجتي هذه في جنات النعيم. فقال الحبيب: دعوه. واستشهد في أحد رضي الله عنه عمرو بن الجموح مستشهدا وهو قاصر القدمين. ما الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مفتي أمة الإسلام العالم النحرير، هذا الرجل الذي لزم الحبيب حتى ظن بعض الصحابة أنه من آل بيته، كان إذا جلس الناس ووقف كان أقصر منهم وهم جالسين، وكان له أقدام دقيقة لا تحمله، ومع ذلك ضحكوا فقال: لا أتضحكون من دقة ساقيه، له ما في ميزان الله أثقل من أحد. الرجل يوزن بعقله لا يوزن ببدنه. وكم من إنسان، كما قال أخي الشيخ أبو محمد، كم من إنسان لأن رجله مشت أدخلته إلى الحرام، ثم أدخلته في الإثم، ثم ليته سالم من رجله، مثل بعضهم ليته عمى لأن العيون ما رأت إلا حراما. ولذلك الإعاقة أحبابي قد تكون منة ونعمة من الله، حتى ينطلق المعاق إلى أمور لبناء أمته دون أن يشغل نفسه بمنكر. ثم إن الأمر في الإعاقة، البنت أنا أعلم أن فيه بنات في بيوتنا تتمنى معاق شريف عاقل، ولا تتمنى واحد ينطح الجبل وقلبه رايغ ومغامراته مهي بزينة وكل يوم في ديرة وجوازه مختمينه من كثر الحرام رايحين لكل ديرة. تبي هذا الرجل الصادق اللي الله يرزقها به منه ذرية صالحة. ثم إن العلم عند المرأة، إذا قبلت المرأة رجلا أعاق عنده إعاقة وقد علمت به وكشف لها عن أمره وقالت: والله به، ليس لأبيها ولا لأهلها منعها، لأن الميزان ليس في قدمه، الميزان في أمانته وفي عقله وفي دينه. وهذا ولله الحمد قد يرجح عقل الإنسان ودينه وأمانته ولو قصرت قدمه. علماء الإسلام بأكملهم، علماء الإسلام، أنا ذكرت قصة وأعيدها. رجل قال: أتاني رجل فقال: أريد أن أزوجك بابنتي. قال: فرضيت على مضض، على قلة مال. قال: فلما أهداها لي دخلت عليها فإذا هي شوهاء عوراء عرجاء ليس بها من الحسن شيء، وتيمت بي حبة حب ليس بعده فأحبها. قال: فعشت معها 15 سنة حتى إنها كانت من غيرتها علي تقول: لا تصلي جماعة، تقول: لا تطلع المسجد، تحب تمسك في ثوبه لا تروح. قال: فماتت، فوالله لا أجد في عملي عملا صالحا أرجو به الجنة إلا صبري عليها وحبي لها. في الحب أحبابي ترى ما له علاقة في القدم ولا له علاقة في الإعاقة الحركية، هو الحب في القلب. فإذا ولذلك بعض صالحات وبعض البنات حمائل في بيوت تتمنى والله رجل صالح يتقدم لها، وبعضهم كل ما جاء طردوه، وبعض الأهل يا أحبابي ينطق بما لا يجوز له أن ينطق فيه، يصير هو الرجل اللي يمنع ويقبل. العلم هو بعندك، إذا خطبها رجل سواء معاق أو صحيح العلم عندها، كانت بكرا فإنها تستأذن، وإن كانت ثيبا فإنها تستأمر. وكم واحدة تتمنى من إخواننا الذين حقيقة من إخواننا المعاقين حركيا، علماء أدباء فقهاء، بل كان في كثير تقرأ في سير الأعلام فلان الأعمى وفلان الأعرج وفلان، كان يقولون بوصفه، وكان بعضهم حياته كلها مشلول شلل نصفي يجر نصف بدنه شق بدنه، ومع ذلك كان من علماء الأمة وكلامه يعلم ويدرس. لذلك أنا أقول يا أحبابي، ينبغي الإنسان أن يعلم أيضا أن الإعاقة قدر الله، وقدر الله لا يهرب منه ولا يستنكف منه ولا يكره،
لعل أحبتنا لهم منازل عند الله في الجنة لن يصلوا إليها إلا بهذا، بأمر يلزمهم طيلة أعمارهم لا يمنعهم من الحياة، مثل ما قال أخي يتزوج ويتناسل ويضحك ويداعب، ويمكن فيهم روح عذبها أكثر منا اللي أشغلتنا رجلينا اللي تنطلق وتمشي، وبعد فيهم رومانسية ممكن. نعم ماشي، هذه مدح لكم من العمل. الرومانسية الجميلة هذه فعلا، لأن سيكون حقيقة ما عنده مراوغات حتى ينشغل بغير حلاله وما أحل له. ولذلك جميل أحبابي أننا نرضى بقضاء الله، ثم أننا لا نحرم مسلما من حقه الشرعي لهوى في نفوسنا ولاستكراه في أنفسنا. هذا حقه الشرعي، حقه أن يعيش وحقه أن يجد ذرية أمامه. ويمكن يا أخي الحبيب هذا الذي أوقف الله بعض بدنه يمكن يخرج من صلبه ابن، ما أقول أنه يكون قرة عين أمه، بل قرة عين للأمة كلها وما أدراك. فتفضل. ربما أن بعض أولياء الأمور ودي أتكلم عن النقطة هذه، أنه من خوفه على بنته المعاقة مثلا ورحمته بها، أنه يخاف أن يلاها رجل ثم يعني ما يبر بها فيبقيها عنده لهذا السبب. هل هو سيبقى؟ أنا أتكلم ودي تحلق الموضوع. اللي يبان يبقي بنته المعاقة عنده خايف عليها من غير الدنيا ومن الرجال ومن الدنيا، هل أنت ستبقى لها؟ بعضهم بيحط لها شقة ولا فلة، لكن الفلة والشقة ذي ما هي اللي تحميها ولا تؤويها ولا يمكن يجيها بعدك ذئب يأخذ مالها وينطلها نطب. زوجها في حياتك وانت حي، وابحث عن صاحب الدين وصاحب الأمانة ورعها. وأعرف رجل أحد مشايخنا الكبار، رجل من موجود الآن أستاذا في كلية الشريعة، تقاعد من عامين، كان له طالب من أفضل طلابه، قال والله إني أبرك ببنت لجاري، رجل ثري وعنده بنت معاقة، ووالله إني أبرك بها ذات جمال وذات حياء، ووالدها قادر على أن يكفلها ويوقف لها شيئا من دنياه، ولديها خادمتها، ووالله يا ولدي إني ناصحك. الولد في كلية الشريعة، قال دخلت فرأيتها، استأذنت والدي، قال أبوي ما وجدت إلا هذه، قلت شيخي فلان ومشهور لو قلت اسمه عرف ينصحني بأن أخذ هذه. قال والله إني أرى فيك من حسن الأدب والحياء والرحمة، بما أنه لن يمنعك يعني لن تصل إلى ظلم هذه الضعيفة. تزوج الرجل الآن، كلامنا 20 سنة، الآن عندها 6 أبناء ذكور، 6 أبناء حفظة للقرآن، 2 منهم يقول والله قرة عين، ويقوله الله ياخذني قبلها، والله انخذها ربي قبلي أن يبين فيني خله يا شيخ، والله أنها ترعاني بهدب عيونها، والله إنها ترحب بي ترحيب كل ما خرجت عدت كأني ضيف. يقول قلت له جل لا تخبر أحدا، يقول الناس يقولون المساكين ماخذ معاقة، ما دروا أن المعاقة عنده اللي بيدخل البيت ما يلقاها، هذه والله اللي مهيب هذه المعاقة، واللي إذا قبلت عليه عطته اللسته الطويلة، جب وحط ورد وحدها، وامك قالت هذه مغير حامدة ساب مسبحة، أخرج وياها نتمشى ونرجع أنا وعيالي في نعمة وبجواري حلقة مسجد الشيخ، والشيخ الآن تجاوز 70. فضل. أنا مرت علي